إذا من اضطر إلى أكل ميتة فإنه يجب على الصحيح أن يأكل، لأن حياته ليست ملكا له، خلافا لمن قال يباح له، ليس بملزم، والصحيح أنه يلزم حتى يبقي حياته ولا يعرض نفسه للهلاك. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يعتقد حين أكله لها أنها محرمة. لما؟ لأن الشرع أباحها، ولكن يأكل بقدر ما يسد رمقه وتعود إليه أنفاسه. لكن لو كانت المجاعة مستمرة هل يشبع أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. ولذلك يشير ابن قدامة رحمه الله إلى أنه يأكل ليشبع، لأنه ما زال في ضرورة ومجاعة. لكن الأفضل أن يقال يحمل معه، يأكل ما يسد رمقه، ويحمل معه من هذه الميتة، فلعله أن يجد في طريقه ما هو مباح وحلال. لكن لو قال قائل: هو منهك القوة، ما يستطيع أن يحمل، فهنا رأي ابن قدامة يؤخذ به، لأن بعضهم قد لا تستطيع قدمه أن تحمله هو، فكيف يحمل معه شيئا آخر؟ فأكله من أجل استمرار هذه المجاعة وهذه الضرورة قول وجيه ومعتبر.